كابتن شريف انا قطعتك، اسف، اتفضل كمل كلامك. مفيش، كنا بنتكلم على الامكانيات والفوارق في اللعيبه، بس هي فعلا زي ما قال هشام محمد هي مساله مرحله. واحنا زعلانين ليه يا كابتن؟ مرحله فيها ظروف. احنا زعلانين ليه؟ احنا كسبانين. احنا كسبانين فرقه ممكن نكسبها هناك بنفس الطريقه، يعني بنفس الشكل عن طريق ناحيه، عندنا خبرات وعندنا لعيبه بتعرف تعوض. بس احنا عايزين نتعلم من الماتش بتاع النهارده ده ان الفرقه دي عندها سرعات، فانت لازم كمان الديفندر اللي هيلعب هناك في الماتشات دي يبقى عنده السرعات نفس السرعات، يبقى شباب كله، يبقى بيخلص الكره، لان يعني انت عارف نقص الاكسجين والكلام ده. مش هنقدر نقول غير برافو كريم نيدفيد، برافو محمد هاني النهارده الحقيقه، وليد سليمان حتى في العشر دقائق لعبهم، ناصر ماهر وشكل كويس، مروان محسن واحساسه بالتهديف بقى خلاص، لو في سبورت جنبه او في اي حد والعرضيات بتشتغل زي ما محمد يوسف كان ممرنهم عليها قبل الماتش ده، ما مش عايزين نقلق يعني. الماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون لنا